انت تغني اغاني غيرك لكن تتقلق في الحفلات لكن تتقلق من شكون يغني لك اغانيك وليد؟ والله مش نتقلق شاورني وغني ما فما حتى مشكل. قول لي ولوده باش عرفت الاغنيه دي باش نغنيها غني محليها نفرح انا بالعكس. فما شكون قلقك وغني لك اغنيه نتاعك وقلقك؟ تقلقني كي تسرقني انا. شكون اللي سرق وليد؟ انا فما اغنيه صارت عملت بلبله في تونس هي جيت نعوم الموج قلبني على الرمله ولا شقلبني هي اغنيه زنديلي. زنديلي هو المصطلح تسكن بهم الادب بالسجون قبل من الحبس. غناها اخونا مقداد عبد القادر مقداد في مسرحيه اكل عامين صغير نتفرج فيها. بربشت وكبرت وعرفت العبيد قبل الاغنيه زنديلي هذه نتاع حبس يغنيوا فيها وقتها كيفاش يعني مع الناس محقوره في الحبس والناس عندها شكون حاصل وهي ومجده قيل ومجده مشاو تفيا الكل نعرفهم عملنا عليهم بحث كامل نحن. جاتني فكره هكا باش نعاود نعملها هكا فازيات نبدلها اللحن نغيروه نلينوه شويه ردوه خاطر قبل كنت غني بالتصفيق كان ذكريش غني في المسرحيه اي عملتها في ديجا حتى في النوبه زاد عملوها هكا بالتصفيق. انا عملتها في ايقاع يعني ريجي كات كات انا عندي خويا وصاحبي ونحبه انا راني ما نكرهوش وديما نقول خويا خاطر يعني خويا الصغير فهمت قلت له عندي الاغنيه دي نخدموها باهي نخدموها قال لي حلوه الفكره درا شنو هي تصبوا تيمان تيمان شنو يعني كيما نقولوا بروبا في الاستوديو صبنا تيمان درا شنو بعد هي جا عرس وقال لي باش نعرس انا ودرا شنو باهي قلت له عرس ربي يعني خويا تو نجيك العرس زاد شنو خويا انت باش نعذر لك بالطبيعة بعد العرس هي كيفاش هي وينك هي درا شنو يعني ما لحش مالا واحد ما عرفش نقولوا نخدموا فهمت خليه يعني بعد العرس تو كلمني هو خليه هاي بعد كنت نتفرج في رمضان لقيت سي خونا احمد كفاه ما عنده حتى الذنب على فكره اي ما وعلاقتي به يعني شويه شويه مش صاحبي كده لقى في غنيه في الغنيه والكلام هذيك بيدو صابوا انا في تيمان اي انا فما كلام اخر معناتها تعتبر انه الموزع هذا اعطاها الفكره نتاعي سرق اللحن واعطاه الكفان خاطر هو صاحبه ديما اجور معاه ويخدموا بعضهم وفما فرد امبريزاريو مع بعضهم تعتبر انه سرق لك توزيع سرق لك الفكره لانه انت بحثت عليها بالاساس عليها. قبل لكن كفان ما عنده حتى ذنب ما عنده حتى ذنب هو جاي قبل الغنيه هذه وبيت حكيت معاه قال لي انا ما في باليش بتاعك انت يعني اي وبعد غنيها وليد الصالح غنيها الكل بعد ولا فيها العسل فهمت انا عندي كيما نقول لك انت تسرق فلس انا عندي مزه عندي قجره نتاع فلس فهمت يعني برشا افكار اخرين فهمت جيب ربي تو في تونس عندنا اوتي داف وانا يعني مخرط في اوتي داف من عام 2000 ديجا عندي 22 مخرط في دولتي ما شاء الله الفكره عملوها تو عملوها يعني حيز قانوني حقوق نتاع تاليف تمشي تقيدها بس تقعد ملكك ملكيه خاصه بيك واي حد يعتدي عليها تنجم تحاسبه ضبطني يعني حتى ما شاورنيش حتى يا عبد الحميد بوشنيق حتى ما خذت خاطر عبد الحميد بوشنيق حتى ما قالش راهي نتاع عبد القادر مقديد مش وليد السعداوي انساني انا ما قالش نسبه لي هو الراجل لكن هي تقعد تراث ماهوش نتاع عبد القادر مقديد نجحت هي ما تقعد فرحت نجاح محلية ملك الناس الكل انهم لكن الفازه اللي صارت لك مع الموزع هذيك انا نعتبرها سرقه الحقيقه بتاع ربي